انا بس هنا بسجل في اللقاء ده معاكوا عشان تقولوا ايه، طب ما الفلوس اللي انت بتصرفها دي كتير قوي كتير. طب انا هقول لك يا محمد، يعني طب ما الشقه بتاعت الاسمرات كتير كتير قوي كمان. طب ما اللي قبل مننا ليه ما عملوش؟ عشان كتير، بس فضلت اهالينا يعني بيقاسوا. وعمر المجتمع اللي يرضى ان ناسه تقاسي وما يجريش عليهم ويحاول يساعدهم. هقول لك كلام غريب شويه، يعني كتير من الناس يقول لك انت بتتكلم كده كتير ليه؟ لان هي الحقيقه كده، الحقيقه ان ربنا بيساعد اللي بيساعد.